Give me a sign that you're here. Something. السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي وجده زوجان بالصدفة إلى الشيء المخيف الذي ظهر في المقبرة، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا ولم يجدوا لها تفسير. فلنبدأ على بركة الله. رقم 1. قبل 10 أشهر تقريبا كنا قد نشرنا فيديوهات لأشياء مرعبة بدأت تحصل لفتاة هولندية داخل منزلها، حيث في الأول بدأت تسمع أصواتا غريبة في وقت متأخر من الليلة. بعد ذلك بدأت الأمور تصير مرعبة أكثر، حيث بدأت ترى أشياء تتحرك من تلقاء نفسها، ثم بدأ يظهر أمامها بشكل واضح مخلوق أسود شفاف مخيف. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. مع مرور الوقت بدأت الأمور تصير أكثر حدة وخطورة، لدرجة أن الفتاة لم تعد تستطيع النوم من شدة الخوف وبدأت تتناول الأدوية. مرت 9 أشهر ولم تنشر الفتاة مجددا أي فيديو آخر، فبدأ الناس الذين كانوا يتابعون قصتها يشعرون بالقلق حول ماذا حصل لها بالضبط. لكن فجأة وفي الآونة الأخيرة نشرت الفتاة فيديو قصير تصور فيه المنزل وهو فارغ من الأثاث، وقالت بأنها أخيرا تمكنت من توفير المال الكافي للانتقال للعيش في منزل جديد، وقالت بأن هذه آخر جولة لها في هذه الشقة قبل مغادرتها بشكل نهائي. كانت الفتاة فرحة جدا وتعتقد بأنها أخيرا ستتخلص من هذا الكابوس المرعب، لكن لم يمر إلا شهر على سكنها في المنزل الجديد حتى بدأت أشياء غريبة في الحدوث شيئا فشيئا. وفي إحدى الليالي بدأ الضوء في ردهة منزلها بالوميض، لذلك حملت الهاتف وبدأت في تصويرها، لكن ما حصل كان مرعبا. Lekker weer aan en uit in de hal. Oh, in het nieuwe huis. Dat. Ja.
دوري هيقعد مع معايا Oh. Ik durf echt niet. Donder op, ik ga er niet naartoe. Ik bel wel iemand. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. بشكل مفاجئ بدأ المصباح يتحرك من تلقاء نفسها، وعندما استدارت الفتاة وجدت بأن الضوء قد انطفأ، ووسط الظلام ظهر لها شيء أسود شفاف يشبه شكله البشر يقف وينتظرها هناك. قفزت الفتاة من مكانها من شدة الخوف، لكن سرعان ما سمعت صوت ذلك الشيء وهو يصعد بسرعة في الدرج. تعتقد الفتاة بأن الكيان المرعب الذي كان يخيفها في منزلها القديم قد تبعها إلى هنا لمنزلها الجديد، فما رأيكم؟ هل بالفعل ما ظهر هو جن حقيقي يلاحق الفتاة أم أن هذا شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2. Give me a sign that you're here. Something. Anything. نشر شاب يدعى جاستن هذا الفيديو الغريب والغامض على حسابه. يقول الشاب بأنه قرر الذهاب هو وأصدقائه في وقت متأخر من الليل لمقبرة توجد غرب فيرجينيا. هذه المقبرة يقال بأنها مسكونة بالجن، حيث يقول سكان المنطقة بأنهم يرون هناك مخلوقات شفافة سوداء يشبه شكلها البشر، كما سمع بعض الناس أصواتا غريبة تأتي من داخل المقبرة في الليل. المهم، عند وصول جاستن وأصدقائه للمقبرة استكشفوها بالكامل، لكنهم لم يصادفوا أي شيء غير طبيعي. نشر الشاب هذا الفيديو على حسابه على أساس أنه فيديو عادي، لكن بعد ذلك بدأت تصله عدة رسائل تخبره بأن هناك شيئا غريبا ظهر في التسجيل ولم ينتبه لها. وعندما أعاد مشاهدة الفيديو صدم عندما وجد هذا الشيء. They said we can come to the graveyard ourselves and see people one time to be trying to capture anything. Alright, where are you? Like nowhere else. Give me a sign that you're here. Something. Anything. Anything at all. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Anything.
مخلوق أسود شفاف على شكل رجل ظهر في تلك الجهة. قد يقول البعض بأن هذا ليس سوى ظل عادي لأحد الشباب الموجودين هناك، لكن عند تحليل الفيديو بدقة من طرف جاستن اتضح بأن هذا ليس بظل عادي. It's standing there. He's still walking. So it's not his shadow. This is not a solid person. This is nothing. And then what really made me believe that this is not his shadow is this is a half wall right here. So if by some chance I had a light that bright, which I don't, you can see that there's no light here that's that bright. Okay. I would not have seen the top half of him. I would only seen the bottom half because of the wall. إن كان هذا ظلا عاديا فمن المفترض أن يظهر في الحائط فقط ولا يظهر في الهواء. إذن ماذا قد يكون هذا الشيء برأيكم؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 3. هذا الفيديو الغريب والغامض يعود لشهر أكتوبر سنة 2020، وقد صوره رجل وزوجته كان يقومان بجولة بين الهضاب الموجودة في جنبات المدينة. في الفيديو تظهر امرأة وهي تمشي وزوجها يصور هذه اللحظات بالكاميرا، لكن وفجأة ظهر شيء مخيف من الصعب جدا رؤيته ولم ينتبه إليه الزوجان في تلك اللحظة، حتى بعد مرور أسبوع تقريبا. وبينما كان الزوجان يشاهدان ما صوره في ذلك اليوم، فجأة لاحظ ظهور شيء أصابهم بالصدمة والخوف. فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. مخلوق أسود شفاف بالكاد يمكن رؤيته مر بسرعة خلف الامرأة. عند تحسين جودة الصورة يبدو بأن ذلك الشيء يشبه رجلا نحيفا بشكل غير طبيعي. أصيب الزوجان بالخوف عند مشاهدتهما لهذا الشيء، ويعتقدان بأن ما ظهر هو جن حقيقي تشكل على هذه الهيئة. فما رأيكم؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 4. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا.
إذن كانت هذه بعض المشاهد الأشياء المرعبة صورتها الكاميرا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.